هذه المهمة التي نقوم بها هو على مدينة تل أبيب المحتلة والتي ستبقى تحت نهار كتاب شجر الإسلام، وسيعلم العدو أنه مهما حاول مهما ظن أنه يحقق إنجازات راح نخبره أننا هنا على الأرض وفي حية تامة. رب الصواريخ بهذا الحجم هذه أرضنا تعرف أحبابها وتعرف أن العدو هم الغرباء. ستكون طويلة ومستمرة أطول بكثير مما يتوقع هذا العدو الغاصب، ولدينا مزيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله، الله أكبر.